صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بقناة سافر مع ريان ترافل بدريان. اليوم نحن بفلوج رقم 2 رح نزور مدينة فينيس. هلا نحن بميلانو، بعد شوي رحين على ميلانو سنترالي لناخذ الترين ونروح على فينيس، بس رح نقعد تقريبا 5 ساعات وشوي بفينيس لانه رايحين بنفس اليوم وراجعين المساء. هلا هي اكيد مدينة فينيس تستحق يعني 3 ايام او 4 ايام، بس ما معنا وقت هلا كتير، ممكن بالمستقبل مرة الجاي بنخصص رحلة خاصة لمدينة فينيس. نحن اشترينا التيكتس مسبقا اونلاين وهلا اجينا لناخد الترين من محطة ميلانو سنترالي. الترين على الساعة 10:30 وبتاخد تقريبا الرحلة 2 ساعة و10 دقايق، يعني منكون بفينيس على الساعة 12. فهلا نحن بالستيشن وراح ناخذ الترين. الستيشن كتير كبيره، فيها مطاعم كافيات محلات كتير، وهيدا الترين حسب اذا انتم كنتوا حاجزين تيكت بزنس او ايكونومي. نحن ماخذينه ايكونومي بالروحه، بس بالرجعه انا اشتريته بزنس من دون ما انتبه. هيدا الترين اسمه ايتالو، هيدا القطار السريع، يعني مشان هيك بتاخد 2 ساعة و10 دقايق لتوصلوا على فينيس من ميلانو. هلا في قطارات تانية بس بتاخد الرحلة اكتر 3 ساعات و4 ساعات وبتعمل ستوبس وبتكون تغيره. المحطة الاخيرة اللي رح ننزل فيها اسمها فينيس او فينيسيا سانتا لوشيا، هاي المحطة اللي نحن رح ننزل فيها وقربنا هلا نوصل. بدي أخبركم معلومة إنه لما بتشتروا التيكت ما بتعملوا له سكان أو ما بتعملوا تشيك إن قبل ما تطلعوا على الترين. من بعد ما تطلعوا بعد نص ساعة تقريبا بيجي الموظف بيعمل تشيك على التيكت، وكمان في خدمة فري واي فاي بالترين. وهلأ نحنا وصلنا على فينيسيا سانتا لوشيا. كمان بدي أخبركم معلومة إنه من كم أسبوع تقريبا طلع قرار إنه السواح اللي بدهم يزوروا مدينة فينيس لازم يدفعوا ضريبة تاكس، يعني دخولية لمدينة فينيس، هي بقيمة 5 يورو. بس هاي تنطبق على السواح اللي جايين بالويكند سبت وأحد بس، بس اللي بيجي خلال فترة الأسبوع من التنين للجمعة ما بيدفع أي شيء. أكيد الإيطاليين والأشخاص المقيمين بإيطاليا ما بيدفعوا أي شيء، بس السواح حسب ما كان عم بيقول أحد المسؤولين إنه الهدف من التاكس الضريبة هو للحد من عدد السواح اللي بيزوروا فينيس سنويا، لأنه عم بيزوروها بأعداد وأرقام كتير كبيرة وعم بيصير في كتير إزعاج للسكان وعم بيصير في تلوث بفينيس، فبدون يخففوا شوي. هلأ خلونا نستكشف فينيس سوا. اول ما بتطلعوا من الستيشن رح تنبهروا بجمال مدينة فينيس بالمنظر البانورامي اللي رح تشوفوه. هلا فينيس بيقولوا لها بالعربي مدينة البندقية، وهون هن بيقولوا لها فينيسيا. كمان فينيس مش بس مشهورة بالشانلز وبالابني تبعها، مشهورة كتير بالحلويات وبالاكل وبالسي فود هون وبالمطاعم، والمدينة كتير فيها فايبز. هلا هن اكتر من جزيرة، هي فينيس فيها اكتر من جزيرة. نحن هلا اجينا على سانتا لوشيا، هلا لو معنا وقت اكتر كنا منروح على بورانو. هلا اذا بدكم تعملوا كروز هون بالنهر في عندكم الجاندولا، بتقدروا تعملوها بس بتكون برايفت، يعني بيعملوها اوقات الكابلز، بيدفعوا تقريبا 80 يورو. هلا لما بيشوفوكم سواحني اكيد رح يرفعوا السعر. اما اذا بدكم تستخدموا البابليك بوت، هي بيقولوا لها الفوبوراتو، فممكن التيكت يكون سعره 19 يورو روحة رجعة. هون بفينيس الترانسبورتيشن الناس بتنقل من خلال البوت او الشيبس، ما في سيارات ابدا. هلا في كتير ناس بتفكر انه فينيس بس للكابلز اللي جايين يعملوا هانيمون شهر العسل، لا هي للعائلات للاصحاب، الاجواء فيها كتير حلوة. واهم شيء ما تنسوا الجيلاتو، لازم كيف ما رحتوا بايطاليا لازم تاكلوا جيلاتو. معلومة كمان كتير مهمة، هون بفينيس ما في public toilets، في private، لازم تدفعوا 1 يورو 50 سنت على الدخولية، وبتعتبر أغلى دخولية بكل يوروب. فإذا حسيتوا حالكم ما كنت تستخدموا المرحاض لازم تجوا تدفعوا 1 يورو 50 سنت، إلا إذا رحتوا على شي مطعم أو على شي كافيه بتقدروا تستخدموا التويلت عندهم. اما اذا بدكم تشتروا ماي في سوبر ماركت هون، بس ما بنصحكم، خلوا معكم قنينة فاضية لانه في نوافير من الماي بتقدر تشربوا منها ومجانا، هاي موجودة بكل ايطاليا. هلا لخبركم انه نحن عم نمشي فوق الماي، هي المدينة مبنية فوق الماي. هلا اذا بتحبوا انتو
ما تعملوا مثلنا يعني ما تجوا من ميلانو على فينيس، فيكم تجوا على فينيس دايركتلي او بتقعدوا اذا بدكم كم يوم بميلانو بتجوا بتقضوا كم يوم بفينيس، بتستمتعوا فيها اكثر، بتشوفوا الشوارع الحلوه وبتعملوا شوبينج وبتجربوا كل المأكولات البحريه السي فود وبتشتروا كثير اشياء من هون سوفينيرز. اذا بتجوا بتقضوا 3 ايام او 4 ايام بفينيس تستكشفوها اكثر وبتستمتعوا بجمال شوارعها، لانه كل شارع له حكايه، شوارع كثير حلوه لو كانت قديمه والمباني كثير قديمه، بس مدينة عن جد بتستحق الزيارة. خلوني هلا فرجيكم على اضيق شارع فتنا فيه، شوفوا قد ايه ضيق، يعني اذا شخص شوي جسمه تشابي ما بيقدر يمرق من هيدا الشارع. كتير حلوه ازقة فينيس. وهلا اجا وقت نتغدى، طلبت السباجيتي اغلي اوليو، بس انا ما طلبتها مع سيشل لانه ما بحب السيشلز هيك بلين، وكمان قلت بجرب التيراميسو، والترمسو هون لازم تجربوها، وحدة من أهم الحلويات بإيطاليا. أما بالنسبة للأسعار بفينيس، تقريبا كل المطاعم عندهم نفس المنيو ونفس الأسعار، يعني ما شفت أي فرق، وكتير مقبولة الأسعار، مش كتير غالية كمدينة سياحية مثل فينيس، فما شفت كتير الأسعار غالية. هلأ في أكيد مطاعم كتير بوش بس ما شفت الأسعار فيهم، وبتقدروا تشتروا إشياء تيك أواي. هلا إذا بتحبوا تاخدوا معلومات أكتر وتشوفوا فيديوز أكتر لرحلتي لإيطاليا، بنصحكم تدخلوا على صندوق الوصف وتفوتوا على اللينكس على تيك توك وإنستغرام والفيسبوك، عم نزل هونيك كتير فيديوز بتهمكم. وهلا من بعد ما خلصت رحلتنا بفينيس وقضينا نهار هون، هلا نحن راجعين على ميلانو، فهيدا الترين هلا وأنا حجزي طلع بزنس كلاس، فلنشوف الفرق. هلا الفرق هو بالبزنس كلاس الكراسي مريحة أكتر وبيجيبوا لكم سناكس ودرينكس، والرحلة مثل ما قلت لكم بأول الفيديو بتاخد ساعتين، ونحن هلا بالقطار السريع إيطالو ورح نوصل تقريبا هلا على شي الساعة 9 على ميلانو. وهيدا كان السناك كيس روستد ناتس وكمان عصير. بنهاية هيدا الفيديو بحب اتشكركم على المتابعة، وبتمنى تتفاعلوا معي بهيدا الفيديو بلايك وشير وكومنت، واذا بتحبوا تتابعوني على باقي البلاتفورمز اللينكس موجودين تحت بصندوق الوصف، وكمان اذا مش مشتركين بالقناة تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لدايما يوصلكم كل شي جديد.